هو فين بقى بيت منسي اللي معاه الكاميرا ده؟ ما هو يا عم انت هتسيح ليه بس؟ خلي بالكم منسي ده ما بيتفهمش، انا بقولها لكم الرجاله كلهم معاهم اسلحه وما بيتفهموش، دول مجانين. طب يلا ماشي يا عم تعالي. جبت شنطه؟ شنطه تحت في العربيه. طب انزل هاتها بسرعه. ماشي. عم منسي هنا. معلم منسي. اتفضل يا فندية. خير يا قرموط؟ اهو ده المعلم منسي، ده بتاع الكاميرا، اتصرفوا معايا بقى. اتصرفوا مع مين يا قرموطي؟ ومين الناس الهاء اللي انت جايبهم دول؟ هاء؟ لا عيب اللي بتقوله ده يا معلم منسي، الناس ديت ناس كبارة وقادرة وممكن يفرموك، ولا حطوا منهم كاميرا ولا حطوا الفلوس. معلش احنا بنتكلم. يفرموا مين يا قرموطي؟ يفرموك انت. انت مش عارف انت بتتكلم مع مين؟ عارف. طب وحق لا اله الا الله؟ ما حد خارج من هنا لما اخد الكاميرا والفلوس. شفت بقى اهو على كده طول النهار ممشيها بلطجه، لا تعرف تاخد منه حق ولا تاخد منه باطل، اهو عايز اخد الكاميرا وكمان عايز اخد الفلوس. الله. طب واحنا مالنا وماله؟ احنا مالناش دعوه بيك يا عم. احنا جبنا لك 300,000 جنيه ثمن الكاميرا. قول له بقى، قول له خليه يجيبها لنا. 300 ايه؟ 300,000 جنيه قرموطي؟ بعت الكاميرا ب 300,000 جنيه قرموطي وجاي تشكل عليا؟ لا لا، شكلكم انتوا الاثنين اللي طبخينها مع بعض وجايين تشكلوا علينا. انا عايز الكاميرا. وانا كمان عايز الكاميرا. لا انا اسف، ده شغل عيال مع بعضكم كده يا جماعه، واحد فيكم لازم يتنازل عن التاني عن الكاميرا عشان انتوا الاثنين شطانين. مش هينفع، انا اسف ان انا حطيت ايدي معاكوا. واحنا مش هنخرج من هنا غير والكاميرا معانا. ويا قاتل يا مقتول. الله 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 الله، لا كده الموضوع هيكبر مننا كلنا يا فنديه، انتوا هتشبطوا في بعض ولا ايه؟ لا اتصرفوا كل واحد فيكم بقى يتصرف مع التاني في الكاميرا. وادي قاعده يا عم. بقول لك ايه، سيبك من الغغا اللي انت عاملها دي، احنا ناخد الكاميرا ونمشي من سوكيت. ماشي يا نانسي. نانسي بتقول للمعلم منسي يا نانسي؟ ده الذكر المهيمن في المنطقه. هزقك يا عم نانسي. وهزقني يا عم مرموطي؟ وعهد الله وعهد الله. لا اقعدوا ريحوا عشان ده بياخد وقت كتير في الحلفان. وعهد الله كده خلص لو عايزين تخلصوا. وعهد الله ما حد خارج من هنا لما اخد الكاميرا والفلوس. لا 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 لا، ايه اللي بتعملوه ده يا فنديه؟ كده غلط، السلاح يطول، حد فيكم شد ايده على الزناد يحصل طلقه كده ولا كده، ده ممكن تحصل مذبحه، فنصلي على النبي. بينا قلق بجد. ايه ولا ايه؟ يا خبر اسود الطيب. يا رب استر يا رب. اوعى رصاصه تيجي فيا، اوعى رصاصه تيجي في ارضك. الله يسهلك. يخرب بيت سألت امك. الشنطه هم سكتوا ليه؟ يا رب يكونوا ماتوا كلهم. عشان تعرف يا منسي ان قرمط لحمه مر. ايوه يا رايد باشا، انا رصدت لك مكالمتين للقرموطي بيتكلموا عن واحده مخطوفه في مخزن في المروطيه. تمام تمام. لا هو حاليا في بيته في سقار. ابعت لي بقى عنوان بيته وعنوان المخزن على الواتساب. مع السلامه. اقف عندك يا قرموطي، ده مسدس على فكره. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ سعاده الباشا انت عرفت طريقي منين؟ ابوس ايديك اهدى عليا سعاده. اذا كان على عربيتك واقسم بالله العلي العظيم انا هصلحها لك. انا لسه خارج من مذبحه من عند منسي وفي ناس مخطوفه دلوقتي، العصابه هتقتلهم وهتشوف ايام سودا. سيبنا الحقهم. ابوس ايديك يا باشا. وايه الشنطه دي؟ الشنطه دي فيها الفلوس اللي هي بتاعه الكاميرا اللي هي عليها الجريمه. جريمه ايه؟ لا ده موضوع كبير قوي. بص يا سعاده الباشا، في تليفون هنا حضرتك بالطريق كده. انا عايز النمره ديت
تعرف لي مكانها فين عشان نلاقي المكان ده اللي مخطوفه فيه غدا وعمر. وما تسالنيش بقى مين غدا وعمر، لا تكون العصابه قتلتهم. مين غدا وعمر؟ لا زمانها قتلتهم دلوقتي. ايوه ساتر عميد، اسف الازعاج يا فندم، معاك المقدم رائد. هو في بس سعادتك طفل مخطوف في مخزن الاشموني في مرتين، ما انا بتحرك بسرعه يا فندم. اهو اوامر سعادتك. اوامر سعادتك يا فندم. الحمد لله على السلامه يا غاده، قلقتينا عليك. الحمد لله على السلامة. هربتي ازاي؟ يلا يا جماعة شوية الرغاية. يلا يا جماعة. غدا غدا الكاميرا فين؟ الكاميرا مش معايا. الحمد لله. يعني ايه؟ يعني ايه مش معاك؟ مش انت اللي يهمك ان الحلقة تطلع على الهوا؟ أنا جاهزة. جاهزة؟ أنا مش جاهز. تطلع على الهوا تقول ايه؟ هنتكلم عن الناس من غير دليل. الكاميرا فين؟ هو ده المكان اللي قرموتي؟ متهيألي احنا مش عدينا اربع مطبات، هو متهيألي بعد اربع مطبات متهيألي هو ده المكان. اديني معلومة مؤكدة. معلومة متهيألي هو ان شاء الله. هو ها؟ ايوه. استعمل عشان بالله. انت بتعمل ايه؟ مش ده الاقتحام اللي بيقلعوا له؟ سيبني اتصرف يا قرموتي. يعني اهلا تطني لابس عادي. ايوه سيبني اتصرف. ماشي. ايه في حاجة يا باشا بتعمل ايه؟ بفكر ازاي اخش. هنخش ازاي؟ هنخش بالقفز زي فيلم الهلفوت لما عادل امام نط على صلاح قابيل، واخد بالك، وراح مرفعه بسرعه. بتعمل ايه؟ لا بنقول لك يعني ازاي الطريق. حاضر، انت اتفضل، انت شوف هتعمل ايه. الصلاة على النبي. اوبا، استنى من الاشاره. استنى من الاشاره. دخلنا في الجد. السلم على الشباك. هو بيقول ما تغصبني. خد بالك انا معيش بطارية زيهم. امشي يا رموتي.